يا جيش صبر أيوب. ألف تحية إلى هذا الجيش اللبناني عندما يفكر في أن ينظم رحلات جوية مخصصة للمدنيين للتجول فوق لبنان، في خطوة من شأنها توفير عائدات مالية لقواتها المسلحة التي تعاني من الأزمة الاقتصادية الخانقة تماماً أكثر بكثير من الشعب والمواطنين، فأنه يتجاوز الشرف والانضباط لأنه بهذا يجمع الجوع والعوز وطعام الأولاد مع الشرف والتضحية والوفاء داخل حزمة واحدة هي الصبر والسكوت والالتزام بالقسم. ربما اختار الجيش تنظيم هذه الرحلات الجوية بعنوان لبنان من فوق لأنه يدرك أن الذين سيذهبون في هذه الرحلات يريدون أن يشاهدوا جمال تلك الجبال والوديان وروعتها، بما قد يعوضهم عن مأساة واقع الحال في لبنان المدعوس تحت، فهم يعرفون أصلاً الحال الكارثية للبنان من تحت، لبنان الجوع ولبنان المزبلة ولبنان العتمة ولبنان ولبنان فوضى البنزين والمحطات، ولبنان الذي كان يا أخضر حلو فجاء عليه تحالف جهنمي بين العصابات السياسية السارقة النهابة الوقحة التي ستجعل الذين يستقلون حوامات الجيش اللبناني يقول لبنان تحت يا مرقد الماعز السياسي البشع. من أين ابتدع الجيش هذه الفكرة؟ رحلة بعنوان لبنان من فوق مقابل 150 دولاراً لن تجدها في هذه الأيام الصعبة إلا مع القلائل من الناس. أما العصابة السياسية فعندها طائراتها الخاصة وهي التي سرقت لبنان من فوق ومن تحت، إلى درجة أن الجندي الذي كان راتبه 800 دولار صار أقل من 100 دولار. هذا جيش من أبناء أيوب يحاول تنظيم رحلات سياحية ليحسن قليلا من وضعه الاقتصادي المأساوي، وهناك من لا يكفون عن الحديث عن المحاسبة الجنائية للذين نهبوا البلد ولم يتمكنوا حتى الآن من القبض على سارق واحد، فهم عصابة متعاونة وكل يعني كل ولا إدمه. في أي بلد في العالم ليس من جيش يجوع فيلجأ إلى تنظيم سياحة فضائية ويبقى ساكتا على عصابة تمص دم البلد وأهله، لكن جوزيف عون قائد منضبط ووطني ومستقيم. ربما لهذا كانت فكرة لبنان من فوق، لأن لبنان من تحت بعد الدمار الذي أحدثته العصابة السياسية فيه كان يتطلب جيشا يتجرد من الانضباط والأخلاقية، فيعتقل معظم هؤلاء المسؤولين ويأخذهم إلى الحوامات إلى الأعلى ويسألهم هل ترون لبنان الحلو من فوق، ثم يلبطهم ليسقطوا إلى تحت حيث معالم جرائمهم الصارخة.